عزام، ما زالت متابعتنا اليومية مستمرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. رسالتنا اليومية اللي بنقدمها لحضراتكم من داخل مقر المعرض لأبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية، كذلك ردود الأفعال للجمهور الزائر للمعرض والكتاب المشاركين فيه. بينضم لي النهاردة على الهوا زميلتي شروق الخطيب عشان نعرف منها طبعا تفاصيل يوم جديد من أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب. شروق، طبعا بصبح عليك وياريت تنقلنا كده الأجواء والطاقة اللي وصلالك من خلال وجودك وسط هذه الكوكبة الجميلة من الكتاب والمثقفين. صباح الخير يا هشام وعلى كل مشاهدي صباحك مصري. احنا موجودين في اليوم الرابع للجمهور في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 تحت الشعار هوية مصر، الثقافة وسؤال المستقبل. الحقيقة في إقبال كبير في أول أسبوع موجودين فيه لمعرض الكتاب، في إقبال كبير. ولو هنتكلم عن الفئة الأكثر إقبالاً في المعرض، فإدارة المعرض رصدت أن الفئة الأكثر إقبالاً هم الشباب والأطفال بنسبة 75%، وده الحقيقة أنا شايفاه بوضوح من ساعة ما وصلنا، رغم أن احنا وصلين من بداية ساعات المعرض، لكن شايفة شباب كتير وشايفة أسر مع أطفالهم بيشتروا لهم حاجات. ولما تحاولت أتكلم مع كذا حد من الشباب اللي جايين بدري، فهم جايين بيدوروا على روايات، حاجات كتير منهم جاي يشوف حاجات تاريخية، واللي جاي واحدة قالت لي جاي تدور على الكتب الأجنبية، وان هم بيلاقوا معظم الكتاب ومعظم الناشرين اللي هم عايزينها هنا في المعرض. ولو طبعا هنتكلم عن السمة الغالبة في الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فهي طبعا التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وده طبعا هنشوفه دلوقتي بوضوح ان احنا واقفين دلوقتي عند الهولوجرام بتاع الكاتب والأديب الكبير اللي راحل، الكاتب يحيى حقي اللي هو شخصية المعرض طبعا في دورته 53. احنا واقفين عند الهولوجرام بتاعه، هو ورايا لو باين معانا، وفي شاشة موجود فيها تقريبا 10 أسئلة، الجمهور بيعدي بيختار سؤال من العشر أسئلة دول، والأديب يحيى حقي بيجيب على السؤال بصوته بتقنية الهولوجرام. فدي الحقيقة حاجة ممتعة جدا، ولو ممكن هجرب معاك. أنا كنت لسه والله يا شروق هسألك، هل أنت جربتيها ولا لا؟ وإيه السؤال اللي أنت سألتيه؟ جربتها تاني معاك بسؤال. يلا يا ريت. هم 10 أسئلة في موضوعات مختلفة، فإحنا ممكن نختار سؤال رقم 5، الموضوع اللي لسه الأديب يحيى حقي ما كتبش فيه لغاية النهاردة. إحنا هندوس عليه وهو هي هنقول لي بقى حبيبي هو انا مش سامع بوضوح قوي، بس هو ضحك في الاول وقال يعني لو هنقول على الاحاديث اللي انا ما كتبتش فيها فهو حاجه تقريبا اذاعه او يعني حاجه اسماعيليه حاجه كده، مش سامع بوضوح. بس الحقيقه يعني من قبل ما نبدا معاك، وكل اللي بيعدي من الحته دي بيقف، وبيبقى في طبعا حد من المنظمين بتوع المعرض واقفين جنب الشاشه دي وبيعرفوا الجمهور يعملوا ايه ويدوسوا ازاي. وبلاقي ان يعني كان في قبلها مجموعه من البنات واقفين وبيسالوا، يعني هم مستمتعين جدا. الحقيقه هي حاجه ممتعه وتجربه ممتعه ان انت تحس ان انت بتسال الاديب يحيى سؤاله وبيجيب عليه. واستمرارا طبعا للتطور التكنولوجي الموجود في المعرض، ففي قاعه مخصصه بالكامل للاطفال. قبل كده في الدورات اللي فاتت كان بيبقى جزء الاطفال هو جزء من صاله، لكن الجديد السنه دي ان في صاله كامله مخصصه للاطفال، وبرده بيتم فيها استخدام التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي عن طريق العروض البصريه. ازاي ان الاطفال بيدخلوا عروض بصريه او عن طريق استخدام النظارات الـ 3 دي، فهم ممكن يشوفوا ويسمعوا او يدخلوا في حاله القصص بتاعه الكاتب الكبير عبد التواب يوسف، اللي هو برده شخصيه معرض الكتاب لكن للاطفال. فهم من خلال العروض دي بيقدروا يدخلوا في حاله القصص بتاعته، ومع طبعا ورش حكي وحاجات وندوات تثقيفيه. طيب قولي لي يا شروق، النهارده الفعاليات شكلها ايه لو حد النهارده حابب ان هو يروح يزور المعرض؟ يعني هل في جدول معين كده ممكن نقوله للناس باهم الفعاليات النهارده؟ الحقيقه كنت لسه هقول لك ان كل يوم دلوقتي من الحاجات اللي رجعت لمعرض الكتاب واللي اتلغت للاسف الفتره الدوره اللي فاتت بسبب ظروف فيروس كورونا، لكن عادت السنه دي مع كامل الاجراءات الاحترازيه، هي الجدول الفني الكامل لمعرض الكتاب. العروض الفنيه والموسيقيه والمسرح وفقرات للاطفال، ده بيبقى موجود باستمرار في مسرح خارج القاعات عشان يبقى في الهواء. يعني ده بيتم فيه عروض على مدار اليوم من اول الساعات الاولى
للمعرض لغاية انتهاء اليوم، بيتم فيه عروض مختلفة اللي هي جلسات شعرية وموسيقى ومسارح، وأنا كنت وإحنا داخلين كنا سامعين صوت الموسيقى بدأت تشتغل. ده بالنسبة للحاجات الترفيهية أو الحاجات الموسيقية، العروض اللي رجعت تاني للسنة دي، غير طبعا الندوات اللي بيكون فيها الكتاب اللي بيجوا يحضروا، هو يعني لسه مش مفتوحة قوي عشان خاطر برضو فيروس كورونا، لكن بيبقى فيه في القاعات، في كل قاعة من القاعات هنا بيبقى فيه على مدار اليوم ندوات بيتم فيها مناقشة الروايات المختلفة للكتاب، وندوات أدبية عموما وثقافية سواء للجمهور أو للأطفال في الجزء بتاعهم، في جزء القاعة بتاعهم، وفي جزء الندوات التانية الصالات التانية، فده للجمهور كله. والحقيقة الحاجة اللي تلفت نظري اتفضلي. لا كنت هقول لك ان الحاجه اللي دايما بتلفت نظري يا هشام كل سنه في معرض الكتاب الحقيقه هم المتطوعين بيقوموا بدور كبير جدا. وانا يعني قبل ما ابدا برضو حاولت اتكلم، يعني هم اللي وصلوني هنا في اقل من 5 دقائق، كنت واصله في مكاني، بيتعاملوا بحماس جدا. هم دورهم ان هم يتابعوا تطبيق الاجراءات الاحترازيه، ان الجمهور لابس الكمامات، ان يبقى في تباعد، بيقولوا لك دايما دار النشر دي فين والحاجات دي فين، فكلهم شباب صغير صغيرين جدا ضمن مبادرة طبعا انا متطوع، فكلهم شباب صغيرين وكلهم حماس ان هم يعني من اول ما المعرض من الساعه 10 وهم موجودين بيتابعوا مع الجمهور وبيوصلوهم، فدي الحقيقه من الحاجات اللي حلوه جدا، يعني ما حدش هيتوه وهو رايح المعرض، واي حاجه يسال عليها هيلاقي طبعا الشباب موجودين ومساندين، ودايما البركه فيهم. وفيك يا شروق انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا النهارده وبصبح عليك مره تانية. ودي كانت رسالتنا من معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته هذا العام، ويوم جديد.